بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. موضوعنا اليوم اللي هو Chapter 6 على الأوسيلسكوب. الأوسيلسكوب هو الموجود عندنا بالمختبر اللي هو يسمى الكاثود راي تيوب. أنبوب الأشعة الكاثودية يمكننا هذا الأوسيلسكوب مثل ما نعرف من رسم الامبليتيود مال اني الكتريكال سيجنال as function of time. وهاي من خلال هذا الرسم الإشارة على الشاشة مال الأوسيلسكوب نقدر نقيس البيك فاليو فولتج مال الشاشة مال السيجنال، الفريكوانسي مال السيجنال، والفيز ديفرنس بين تو سيجنالز. إذا كانت عندنا بلس نقدر نقيس عرض البلس والديلي تايم مالتها والفول تايم وهكذا. طبعا الأوسيلسكوب يقدر يرسم إشارة سريعة جدا اللي البيريود مالتها ما تتجاوز فيو مايكرو سكند أو نانو سكند. فهو إذن هو راسم إشارة سريعة جدا مقارنة ببقية الأجهزة اللي ترسم الإشارة. القلب مال الأوسيلسكوب هو يسموه الكاثود راي تيوب، اللي هو مثل ما قلنا انبوب الأشعة الكاثودية. طبعا البلوك دايجرام مال الكاثود راي تيوب او الأوسيلسكوب بشكل مبسط اللي هي الشاشة اللي نشوفها قبالنا، الخلفية مال الشاشة هو عبارة عن هذا التيوب بالضبط هذا الشكل، نفس هالشكل هذا. زين، متكون اساسا من كاثود لإطلاق الإلكترونات وشاشة فلوريسنت لاستلام البيمز مال الإلكترون. طبعا هناك فرق جهد هذا الكاثود بين الكاثود والشاشة حوالي بالعشرين كي في أو أكثر، حتى تتعجل الإلكترونات اللي تنطلق من الكاثود باتجاه الشاشة. فإذا كان كل شيء ماكو، أي لوح ماكو، فالإلكترونز اللي البيمز الحزمة مال الإلكترونات اللي تنطلق من الكاثود راح تسقط على هاي الشاشة، تتعجل وتنطلق بسرعة ثابتة وتصطدم بهاي الشاشة. هاي الشاشة عبارة عن شاشة فسفورية تشع ضوء، الضوء هذا ممكن يكون لونه أخضر أو أزرق حسب الشاشة. هذا اليوتيوب يحتوي ببساطة يحتوي على مجموعتين من الألواح. المجموعة الأولى يسموها Vertical Deflection Plate اللي هاي اللي هي احنا نسلط عليها الفولتية اللي يريد نقيسها أو الإشارة اللي يريد نرسمها. عادة هاي Vertical Deflection Plate تزيحن الحزمة مال الإلكترونات، لأنه الإلكترون لما يمر بيها إذا أكو فرق جهد بين البليتات راح ينحرف الإلكترون أما up او down، و ورا ما يخلص راح ينحرف ويصطدم بالشاشه ربما اعلى او اسفل حسب الفولتيه الابلايد على البليتات اللي هي لها علاقه مباشره بالفولتج اللي يريد نقيسه، الاشاره اللي يريد نقيسها. فالاشاره هاي مالتنا اللي يريد نرسمها ابلايد على الفيرتيكال بليتس حتى تزيح الالكترون بيمز اب اور داون. نجي المجموعه الثانيه من البليتات اللي يسمونها هوريزونتال بليت، هاي يسلط عليها فد اشاره ساو توث سيجنال او رامب. يعني ساو توث شنو؟ تتغير لينير ويا التايم، اشاره مثلثه، اشاره مثلثه مثل هيك، هاي الاشاره مثلث تصعد وتنزل. هاي الاشاره اللي تتولد داخليا بالاوسيلسكوب راح تزيح البيمز اوف الكترون، حزمة الالكترونات يمنى ويسرى، بحيث من تفاعل الإزاحة الأفقية ويا الإزاحة العمودية ويا الإزاحة الأفقية نقدر نرسم الموجة على السكرين مال الشاشة نتيجة اصطدام الالكترونات على الشاشة. وبالتالي من تصطدم على الشاشة راح تبعث ضوء، لأنه هاي الشاشة مطلية مادة فسفورية تبعث ضوء نقدر نشوف من خلاله الإشارة مالتنا. فهاي أبسط CRT أو كاثود راي تيوب. طبعا أيضا متكون من Power Supply
هذا الباور سبلاي يجهزنا بالفولتيات المطلوبة. الحقيقة هذا الباور سبلاي الفولتيات المطلوبة تتراوح من فولتيات قليلة، مثلا هنا اكو فد فيلمنت او فد تسخين للكاثود حتى يبعث الالكترونات، فولتية ما تتجاوز 5 فولت او 6 فولت، وهيتر داخل الكاثود حتى يحفز الكاثود على ابعاث الالكترونات، واكو فولتيات عالية اللي هي تقريبا 10 كي بي او 20 كي بي بين الكاثود والشاشة. هاي الفولتية يسموها الاكسلريشن فولتج اللي تعجل الحزمة مال الالكترونات وتعطيها السرعة المناسبة حتى تصطدم بالفلوريسنت. ففرق جهد عالي، فولتية عالية، هاي الفولتية تكون موجبة عادة حتى تجذب الالكترون وتنطي السرعة المناسبة للوصول إلى الشاشة. قيمة هاي الفولتية حوالي 10 كي بي أو 12 كي بي أو 20 كي بي حتى حسب حجم التيوب. هذا التيوب عادة يكون مفرغ من الهواء، ما به هواء. الحقيقة الهوريزنتال هذا اللي وسكنا عليه اللي يزيح الحزمة الإلكترونات يمنى يسرى، هو يجب أن يكون حقيقة متزامن ويا الشاشة اللي ويا الإشارة اللي يريد نقيسها. يشتقون فد بولس في التزامن بحيث البداية مال الثنين يبدأ سوية حتى الإشارة على السكرين تكون ثابتة. إذا ماكو تزامن الإشارة راح تشوفها راح تبدي تمشي، يعني تمشي ما تكون ثابتة. حقيقة هذا التيوب هو نفس التيوب بالضبط، نفس عمل التيوب بالضبط مال التلفزيونات القديمة اللي مو حديثة أم LED، شيء القديمة كانت كلها هو هذا المبدأ مالتها. نجي على المكونات الأساسية لهذا، إن أول شيء الديسبلاي سيستم اللي هو يكون مطلية بفلوريسنت، ولما يصطدم بها الإلكترون تشع ضوء حتى نشوفه. والشغلة الثانية الفيرتيكال ديفلكشن اللي هي الإشارة اللي نريد نقيسها applied على الفيرتيكال ديفلكشن حتى تزيح البيمز أوف إلكترونز up and down، وبعد ما تطلع من الفيرتيكال ديفلكشن تتحرر تروح إلى الهوريزنتال ديفلكشن اللي تزيح لنا البيمز مال الإلكترونات يمنى يسرى. ومن تفاعل الفيرتيكال ديفلكشن والهوريزنتال ديفلكشن راح ترسم الإشارة على الديسبلاي. وآخر شيء عندنا الباور سبلاي اللي يغذي التيوب هذا. الباور سبلاي هذا قلنا تتراوح الفولتيات من عنده من فولتيات قليلة اللي هي مثلا 5 فولت أو 6 فولت لغرض الفيلمنت، إلى فولتيات عالية ربما 2 كيلو فولت أو حتى 10 كيلو فولت اللي يسموه الاكسلريشن فولتج. الاكسلريشن فولتج اللي يتعجل الالكترون بالتيوب حتى يصطدم بالسكرين، حتى ورا ما يصطدم بالسكرين يبعث ضوء. هاي الشغلات الاساسيه. تفاصيل اكثر اذا اريد شويه ندخل بتفاصيل اكثر للكاثود راي تيوب، صمام الاشعه الكاثودي راح نشوف هنا هاي شويه فيها تفاصيل اكثر. هذا الرسم متكون من مثل ما قلنا اكو عندنا كاثود، هذا الكاثود اللي يبعث الالكترونات، وداخل الكاثود الحقيقة مثل الاسطوانة يصير داخل الكاثود هو الفيلمنت اللي هو تسخين حتى يسخن الكاثود حتى يحفز على نفع الالكترونز حتى يبعث الالكترون. واكو جريد شبكة دائرة مدائرة، حقيقة هاي الشبكة الفولتية عليها تتحكم بعدد الالكترونات اللي تروح للسكرين. ومن خلال هاي الجريد الحقيقه هاي طالعه فوليوم او مقاومه متغيره بالقرب من الشاشه مال الكاثود راي تيوب، نقدر نتحكم بشده الاضاءه مال البيم، نقدر نزيد ونقلل شده الاضاءه، لانه هذا الفوليوم يتحكم لنا حقيقه عباره عن فولتيه سالبه، فممكن تمنعنا او تحددنا من عدد الالكترونات اللي تعبر منا الى هنا وتروح الى السكرين.
بعدين الحقيقة عندنا ثلاث أنودات اللي هي A1 و A2 A3. هذني وظيفتهن مثل العدسة الضوئية، هذني وظيفتهن يركزن البيم بنقطة معينة، فهذني مسؤولة عن الفوكس مال الشعاع. فالحقيقة هي أيضا تطلع عندني ثلاثة، أو هذا تطلع بشكل فوليوم مقاومة متغيرة بصف السكرين بصف الشاشة، من خلالها نقدر نتحكم بالفوكس مال الشاشة، حدة البيم، فاحتمال تكون تتقوس أو تكون مضبوطة، يعني حسب احنا الفوليوم هذا. فقلنا الاي 1 والاي 2 والاي 3 هي مثل تصور مثل عدسات مال الضوء، تركز البيم بنقطه معينه ما تشتته حتى تكون الصوره واضحه. بعدين نجي ورا ما يطلع منها، نجي على الفيرتيكال ديفليكشن، هذا اللي عاده يسلطون عليه فولتيه، اللي هي الفولتيه مال الاشاره اللي نريد نقيسها، لاني نحط النفش بهالشكل هذا واحد فوق الاخ، حسب فرق الجهد راح الالكترون بيمها راح تنحرف اب او داون حسب الجهد الفوق بالنسبه لجهد الجو. الحقيقه هاي كلها حسب جهد الاشاره الداخله اللي نريد نرسمها. فالاشاره الابلايد على الاوسيلوسكوب هنا راسا مباشره عبر مكبر، بعد ما ندخلها على مكبر او اتنويتر تدخل على الفيرتيكال بليت. ورا ما يطلع من الفيرتيكال بليت اكو فد بليت شيلد اللي هي تأزل الفيرتيكال ديفليكشن على الهوريزونتال ديفليكشن حتى ما يصير تفاعل بالالكتروستاتيك فيلد الموجود بين هذا البليتين ذني وهذني البليتين، يعني البليتات مال الفيرتيكال ديفليكشن والبليتات مال الهوريزونتال ديفليكشن. هذا الشيلد عبارة عن أيضا شبكة الحقيقة تكون معرضة تمنع التفاعل بين الالكتروستاتيك فيلد مال الاثنين، مال الفيرتيكال ديفليكشن والهوريزونتال ديفليكشن. بعدين نجي على الهوريزونتال ديفليكشن، هذا قلنا ابلاي يسلطون عليه فولتية ساو توث حتى يزيحون البيمز مال الالكترون يمنى او يسرى، ومن تفاعل ال vertical deflection وال horizontal deflection الالكترون بيمز راح تتحرك بمحصلة ترسم بشكل اكس واي على الشاشة، او الاشارة راح ترسم بشكل يعني vertical as a function of time. والفريكونسي مال الهوريزونتال ديفليكشن يعتمد طبعا احنا نضبطه، هذا طالع عاده نوبز يسموه تايم بيز، يحدد الفريكونسي مال الهوريزونتال ديفليكشن. طبعا هذا له علاقه بالفريكونسي مال الاشاره اللي يريد نقيسها، اذا كان الاشاره ترددها عالي نخلي التايم بيز يكون ايضا قليل بحيث التردد يكون مالته عالي، وهكذا. ورا ما تطلع الحزمة والإلكترونات من هنا تنحرف شمال يعني أب وداون ويسرى ويمنى، راح ترسم الإشارة على هاي الشاشة السكرين اللي هي عادة مثل ما قلنا هنالك فرق جهد، لاحظوا هنا تقريبا 12 كي في، هذا الفرق الجهد الموجب. ليش يكون فرق جهد موجب؟ لأنه حتى يجذب الإلكترون هو شحنته سالبة، حتى يتعجل الإلكترون ويوصل للسرعة المطلوبة، وبعد ما ينحرف اب داون وليفت ورايت يصطدم بالسكرين ويرسم لنا الاشاره اللي نريد احنا نشوفها. فهاي اهم تفاصيل اكثر في الكاثود راي تيوب. نجي على شغله اهم شيء احنا ساعدنا الـ vertical deflection مبدأ عملها والـ horizontal deflection، وشلون الـ vertical deflection يساهم في انحراف الالكترون بيم أعلى أو أسفل. وهذا الانحراف حقيقة يعتمد
حنبرهن هذا الانحراف up أو down يعتمد مباشرة على الفولتج أو الإلكتريك فيلد الموجودة على اللوح الفيرتيكال أو على الفولتج الانبوت فولتج اللي احنا نريد نقيسها. وهي العلاقة راح نشوفها علاقة خطية بين الفولتج ابلايد على الابتيتات الفيرتيكال والديفليكشن باتجاه الواي موجب أو الواي سالب على السكرين. إذا كانت العلاقة مو خطية راح الإشارة بالتأكيد راح تتشوه. هنا بالفيرتيكال ديفليكشن احنا نريد نبرهن حقيقة شغلتين. الشغلة الأولى نريد نبرهنها إنه الإلكترون لما يدخل هاي البليتات يدخل بسرعة ثابتة، لأنه ليش ثابتة بعد ما يخرج من ذني؟ لأنه الإكسلريتنج فولتج تكون ثابتة اللي هي قيمة 12 كي في مثلا، السرعة مال الإلكترون باتجاه الإكس أكسس فقط في البداية قبل ما يدخل البليتات الفيرتيكال أو الهوريزونتال يكون سرعته باتجاه الإكس أكسس، الله أكبر، سرعته ثابتة. بعدين اريد نبرهن شغله لاخ انه هذا الالكترون اللي يمر بالفيرتيكال ديفليكشن راح ينحرف ويرسم رسم مو خطي، يعني يرسم رسم بارابولا يعني مثل واي يساوي اكس تربيع. هاي الشغله الثانيه اريد نرسمها، اريد نبرهنها العفو. والشغله الثالثه اللي اريد نبرهنها مثل ما قلنا انه الديفليكشن بالواي بالاكس بالواي هو لينير ويا الفولتج ابلايد على البليتات الاثنين، علاقه خطيه مثل واي يساوي كي اكس، يعني ثابت كي ثابت والاكس علاقه خطيه او كي تي علاقته ويا الزمن. فاذا شغلتي اريد نبرهنها. فهسه نجي على الرسم الموجود جوا. اولا قبل ما الرسم الموجود احنا نعرف من قانون نيوتن او اللي هو الفورس اللي ابلايد على شحنه حقيقه هي عباره عن الاي في الالكتريك فيلد. فورس ابلايد على شحنه هاي الفورس عباره عن الاي اللي هي الشحنه في الالكتريك فيلد. لما اكو شحنه موجوده بمجال مجال كهربائي القوه اللي تاثر عليها هي قيمة الشحنة في الإلكتريك فيلد. الإلكتريك فيلد هو عبارة عن فرق الجهد تقسيم الديستانس بين البليتات مال المجال الكهربائي. فهذا قانون احنا نعرفه. قانون الآخر قانون نيوتن اللي هو الفورس يقول ساوي كتلة في التعجيل. هاي قانون من الميكانيك انه إذا قوة أثرت على جسم راح تعجل بتعجيل مقداره أي. فنجي هنا نشتق هاي العلاقة، الأي راح يطلع يساوي F على M ويساوي ناقص E في الإلكتريك فيلد على M. هاي خليها ببالنا، هاي قوانين عامة بالفيزياء تتعلق القانون الأول بالقوة اللي تتسلط على الشحنة داخل الفيلد، والقانون الثاني قانون بالميكانيك يتعلق انه لما نسلط قوه على كتله راح تدفعها، يعني راح تدفعها بتعجيل مقدار اي. هنا الاي الاكسلريشن ان متر بير سكند سكوير، الفورس هو الاف هي فورس بالنيوتن، والماس هي الكتله، الام هي الماس الكتله بالكيلوغرام. نيجي هنا لو نشوف هذا الرسم، هاي الرسم الحقيقي يمثل الفيرتيكال بليت. لما يمر الالكترون راح اذا افترضنا الجزء الالوي هو موجب مال البليت، هذا موجب وهذا سالب، لما يمر الالكترون هنا راح يتعرض الى جذب باتجاه الموجب للعلى، ينجذب للعلى تسلط عليه قوه، مقدار هاي القوه هي شحنه الالكترون في الالكتريك فيلد مال البليتات، الالكتريك فيلد انتنسيتي، الكتريك فيلد انتنسيتي اللي هو الاي الابسلون اي، هذا الرمز مالتها قبل قليل شفنا هذا الرمز مالتها هاي الكتريك فيلد انتنسيتي اللي هي الحقيقه فرق الجهد تقسيم الدايمنشن. ف
فنجي هنا أنا. احنا هسه شو نريد نبرهن؟ نريد نبرهن انه الالكترون اللي يجي هنا أنا اللي يدخل بسرعه ثابته مقدارها x بي او x باتجاه x، طبعا سرعه الالكترون هنا ما عنده سرعه لا باتجاه الواي ولا باتجاه الزد. لما ينطلق يوصل للالواح للوح الاول الفيرتيكال سرعته تكون ثابته هي البي او اكس باتجاه الاكس. البي او اكس يعني السرعه الابتدائيه باتجاه الاكس. راح نريد نبرهن احنا هنا الالكترون راح ينجذب، اذا كان هذا الموجب راح ينجذب باتجاه الشحنه البليت الموجب وياخذ مسار بارابولا. يريد نبرهن ياخذ مسار بارابولا، يعني مو ينحرف في خط مستقيم، لا ينحرف بشكل بارابولا. اللي بارابولا شنو معناها؟ مثل واي يساوي اكس سكوير او واي يساوي تي سكوير، تي يعني ويا الزمن تصير بارابولا. هذا رسم ما رسم الدوال تعرفوه المفروض انتم. نجي هنا رجعنا على نفس العلاقه هاي التعجيل. هسه التعجيل باتجاه الواي ايش راح يساوي؟ راح يساوي مثل ما اشتقينا سابقا، يساوي القوة هاي نفسها شقيناها سابقا، يساوي القوة هاي على الماس. هذا التعجيل باتجاه الواي لأنه القوة دا تأثر عليها باتجاه الواي بسبب هاي الشحنة الموجبة. فنفس القانون على كل ما هناك حصير سب أي سب واي، وهنا الإلكتريك فيلد هو ابسلون او هذا صب واي. هذا التعجيل. نجي من قانون قانون نيوتن الاول او قانون السرعه الاول اللي هو السرعه النهائيه تساوي السرعه الابتدائيه زائد التعجيل في الزمن. فهنا والقانون الثاني مال الفيزياء ما يخص الازاحه، الازاحه النهائيه تساوي الازاحه الابتدائيه زائد السرعه ابتدائية في الزمن زائد نصف التعجيل في التايم تربيع. هاي قوانين بالفيزياء نعرفها. فنستخدم هاي القوانين في التعويض في القانون الأول رقم واحد. راح نشوف السرعة شو راح تساوي لنا بما أنه بالنسبة للواي، بما أنه السرعة الابتدائية هاي السرعة الابتدائية صفر صفر، فالسرعة باتجاه الواي اللي سميناها v of y راح تصير a y تعجيل باتجاه y في التايم. فهاي ال v y مجرد نعوض عن قيمة ال a اللي طلعناها احنا، طلعت هاي السرعة باتجاه ال y. يعني هاي لما يعني معناها الالكترون لما يدخل الالكتريك فيلد هذا الفيرتيكال، السرعة اللي يتحرك بها باتجاه الواي لبداية كان ما عنده سرعة باتجاه الواي، فقط سرعة باتجاه الاكس. ومدخل البليتات الفيرتيكال راح هناك تتولد سرعة نتيجة الجذب مال البليتات باتجاه الواي، وقيمة السرعة هي هاي. ونفس الشيء الازاحة اللي حيقطعها باتجاه الواي بما انه السرعة، هم نرجع على هذا القانون الثاني، هذا الازاحه باتجاه الواي بما انه السرعه البدائيه الازاحه البدائيه صفر اعتبرناها نقطه الاصل احنا بديها، و السرعه البدائيه ايضا صفر باتجاه الواي، فالواي هي نصف اي تي سكوير. الازاحه باتجاه الواي نصف اي تي سكوير. اذا نعوض عن الاي بالفوق او اي عن الاي بالفوق حتطلع لنا هاي المعادله واي يساوي اي ابسلون واي تي سكوير على 2m. وبعدين هاي معادله اربعه تمثل الازاحه باتجاه الواي as a function of time طبعا هنا أنا. نفس الشيء نشوف بالاكس ايش قد راح يقطع بالاكس. عندنا السرعه الابتدائيه هي في او اكس هاي،
وهذا صفر، والتعديل صفر ليش؟ لأن سرعته ثابتة. فلما يدخل للاكس، احنا شنو هنا شو نريد؟ نريد نتخلص من التي سكوير هاي مال هاي، نتخلص من التي من التايم، نحط اكس بمكانها. فهنا نشوف الازاحه باتجاه الاكسس عند الدخول لبليت الفيرتيكال ايش قد الازاحه راح تساوي لنا بي او اكس تي. ليش؟ لانه هي اساسا سرعه ثابته. السرعه الثابته معناها التعجيل يساوي صفر، اي سرعه ثابته معناها التعجيل يساوي صفر. لهذا السبب الازاحه هو عباره عن حاصل ضرب السرعه في الزمن. نعوض هنا التي، هذا التي نعوضه طلع من هنا ونعوضه هنا، هاي راح نحصل على معادله اللي احنا قلناها قبل قليل، اللي هي لاحظوا هاي المعادله عباره عن واي تساوي ثابت في الاكس سكوير، ما معناها الازاحه العموديه هي عباره عن بارابولا وذ ذا اكس ويا الاكس اكسس، مثل واي يساوي كي اللي هو ثابت. لاحظوا هاي كلها ثابته، كلها ثابته هاي القيم في الاكس سكوير. هاي الرسم الحقيقه الشكل الواي راح يكون واضح بهذا الرسم، هذا الرسم الثاني يكون واضح. لاحظوا هنا لما دخل الالكترون شكل الازاحه صارت هذا بارابولا، اللي هنا بارابولا مو خط مستقيم، والمعادله مال هاي البارابولا هي هاي المعادله اللي طلعناها قبل قليل، هاي المعادله. فاذا ثبتنا هسه احنا انه الواي الازاحه باتجاه الواي لما يدخل الالكترون الالواح الفيرتيكال الازاحه باتجاه الواي هي عباره عن بارابولا وليس خط مستقيم، وهذا شكلها. ورما يتحرر الالكترون هنا بالحافه، ورما يتحرر من الالكتريك فيلد مال البليتات، راح ينطلق بصوره خطيه ويصدم السكرين. الحقيقه الميل مال هذا الخط هو مماس لهذا الكيرف الواي يساوي اكس ثابت في اكس سكوير، هذا ينطلق بخط مستقيم، والميل مال الخط المستقيم هو مماس الى هذا الكيرف في هاي النقطه، في هاي النقطه، هاي النقطه اللي الاكس بيها يساوي لنا ال، ال هو اللينث مال البليتات، مال البليت مال الفيرتيكال بليت. اذا هسه احنا برهنا انه الالكترون اللي يتحرك بسرعه ثابته باتجاه الاكس اكسس، ولما يدخل فيلد ياثر عليه يولد قوه باتجاه الواي اكسس، المسار مالته راح يكون بارابولا منحني يعني، ويخضع لهاي العلاقه اللي ذكرناها قبل قليل، هاي العلاقه. وورا ما يتحرر من البليتات راح ياخذ خط مستقيم، يغادر خط مستقيم وستريت لاين مثلا، ويضرب السكرين بهاي النقطه. وهذا الدي هو يسموه الديفليكشن، عن الديفليكشن مال الالكترون بيم، اللي هو احنا هسه راح نبرهنه هذا الديفليكشن علاقته خطيه ويا الابلايد فولتج مال هاي الالواح، مال الاشاره اللي هي اساسا مال الاشاره اللي نريد نقيسها. فاذا الفولتيه مال الاشاره راح نبرهنها هسه، او الدي تتغير خطيا ويا الابلايد فولتج على هاي الالواح. هسه راح نبرهنها. حقيقه قبل ما نبرهن هاي اريد نبرهن انه هاي النقطه اللي هنا نسميها الاو داش، اللي هي امتداد للخط المماس هذا من المماس للكير، امتداده اللي يقطع الاكس اكسس هنا، اريد نبرهن هاي النقطه هي منتصف المسافه ما بين مال اللوح. يعني هو اذا هذا اللوح طوله مالته ال، فهاي النقطه الاو داش هي ال اوفر 2. ببساطه تتبرهن كالاتي، رح نجي التان ثيتا، هاي الثيتا اللي هي الانجل، هاي الثيتا، هاي الثيتا، هاي الثيتا هو عباره عن
مشتقة من دي واي باي دي اكس، يعني تان ثيتا هنا يعني ثيتا هو 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 الزاوية اللي يرسمها هذا الخط المستقيم المماس، فتان ثيتا تان ثيتا العفو هو دي واي باي دي اكس. مثل ما نعرف الميل مال المنحني at any point هو دي واي باي دي اكس، وتان ثيتا نفسه راح نجي نشتق هاي المعادلة، هاي ولما نشتق هاي المعادلة اللي قبل قليل، هاي المعادلة 6 راح نشتقها، ولما نشتق with respect to x طبعا راح نشوف راح تطلع عندنا هاي المعادلة رقم 9. زين، و ال x ناقص 0 يساوي y على tan ثيتا. هسه نجي على الرسم شلون هاي. طبعا الواي منين نطلعها قبل ما هاي؟ الواي نطلعها من هاي المعادله نفسها 6، لما نخلي الاكس تساوي ال طلعت الواي، والتان ثيتا احنا نطلعيها هاي، ولما نعوضها يطلع ال على 2. حقيقه اذا لاحظوا الرسم، لاحظوا الاكس هو من هنا اللي هنا، فالاكس ناقص 0 هو هاي المسافه، هاي المسافه هي حقيقه تمثل الظل، هاي اللي هي هذا الواي على هذا ظل هاي الانجل، هاي المسافه. فهاي المسافه راح نبرهنها مثل ما هسه شفنا، راح نبرهنها انه تساوينا ال ال على 2، يعني المسافة هاي اللي هي نقطة امتداد الخط المستقيم المماس للكيرف، امتداده هو نص يقطع الاكس اكسس بالنص، نص البليتات، نص اليث مال البليت. طيب هسه احنا عندنا نريد نوجد قيمة الديفلكشن الال. هذا الال ببساطة شو يساوي لنا؟ طبعا تان ثيتا، هاي ثيتا يساوي لنا ال، يساوي لنا دي عفوا على ال، الال هذا هو من هنا اللي هنا، شوف هذا الال دي على ال، تان ثيتا هي تان ثيتا احنا طلعناه اللي هو دي واي باي دي اكس هذا، فطلعت عندنا هاي العلاقه، لاحظوا دي يساوي لنا هذا ال دي على شو اسمه. زين، هاي العلاقه بعدها ما تفيدنا، ليش؟ لانه بيها السرعه ما تفيدنا، احنا راح نعوض عن هاي السرعه. هاي السرعه اللي هي السرعه الافقيه مال الالكترون لها علاقه مباشره بالاكسلريتنج فولتج. مثل ما نعرف اكو، لاحظوا الكاينتيك انرجي مال الالكترون هسه هي عباره عن نصف الكتله في مربع السرعه. الكاينتيك انرجي تاثير الالكتريك فيلد هو عباره عن شحنه الالكترونات في الاكسلريشن فيلد، يعني هذا الاكسلريشن فيلد اللي يعجل الالكترون راح يكسبه طاقه ثامنه مقدارها نصف ام في سكوير. الام هي كتله الالكترون، والفي سكوير الفي هي سرعه الالكترون، سرعه الالكترون. اذا نعوض عن الفي سكوير 2 اي هذا، نحن نحصل على هاي العلاقه، هاي العلاقه المهمه اللي راح تشوف تبين لنا انه دي الديفلكشن الانحراف على الشاشه يتناسب تناسب طردي ويا الاي دي، يتناسب تناسب طردي ويا الاي دي، لانه البقيه كلها ثابته، الال اللينث هذا ثابت، والال دي سمول ثابت اللي طول اللوح، التو الدي هو المسافه بين اللوحين، والاي اي هي الاكسلريشن فولتج هي ايضا ثابته.
فهنا هاي العلاقة المهمة تبين لنا أنه الانحراف على الشاشة باتجاه الـ Y axis هذا الانحراف يتناسب تناسب طردي ويا الفولتية على الألواح اللي هي عادة ما تكون فولتية الإشارة اللي يريد نرسمها على السكرين. فهنا حقيقة احنا من خلال هذا الرسم برهنا شغلتين او ثلاث شغلات. الشغلة الاولى انه نعرف انه السرعة مال الانيشال سبيد بالاتجاه الاكس اكسس قبل ما يدخل البليت هي ثابتة في او اكس، وهي هاي نصف ام بي سكوير تساوي شحنة الالكترون في الالكتريك في الاكسلريشن فيلد. ورا ما يدخل البليتات راح ينحرف بشكل بارابولا، وعندما يخلص البليتات راح ينحرف بخط مستقيم. هذا الخط مستقيم هو تماس للبارابولات في هاي النقطة، وامتداد هذا الخط المستقيم اللي هو الاو داش راح يقطع الاكس اكسس بالنص برهنا. ايضا اخر شيء برهنا انه الديفلكشن هذا بعد ما استغنينا عن السرعة عوضنا عن السرعة بالهذا العلاقة خطية ويا الفولتج ويا الفولتج ابلايد على البليتات علاقة خطية مثل ما نلاحظ بهاي العلاقة. اخر شيء اللي حصلنا عليها لاحظوا هنا الدي يمثل الديفلكشن اون ذا فلوريسنت سكرين بالمتر، والال هو الديستانس فروم ذا سنتر اوف ديفلكشن بليت تو ذا سنتر تو ذا سكرين. شوف الال هو هذا حتى تكونون بالصوره، الال هذا اللينث مالته، هذا الال من السكرين الى السنتر مال البليتات. هذا ثابت، هذا ثابت طبعا لانه الدايمنشن هو ثابت مال السي ار تي. و الـ LD هو الـ length مال deflection plate، والـ D distance between deflection plate بالمتر المسافة بين البليتات، والـ ED هو الـ deflection voltage هي هاي اللي عندنا المهمة اللي تتناسب عادة ويا الـ applied voltage على الـ ويا الإشارة الفولتية اللي يريد نرسمها، والـ EA هي الـ acceleration voltage اللي هي فولتية التعجيل. فهاي الإكويجن لو تلاحظوها إكويجن 14 كلها ثابتة عدا إنه الـ ED ويا الـ D تتناسب تناسب طردي ويا الـ ED. الـ L ثابت، الـ LD ثابت، الـ D ثابت، الـ EA الـ Acceleration Voltage ثابت، فكلها ثابتة. هاي المعادلة تبين لنا إنه هناك علاقة خطية بين الـ Deflection والـ Applied Voltage على الـ Plate اللي هي الـ Input Signal. وإذا كانت علاقة طبعاً مو خطية الإشارة راح تتشوه بالرسم. نجي هنا أكو فد تعريف يسموه السنسيتيفيتي اللي هو الحقيقة عبارة عن الأس الدي تقسيم الإي دي. هذا ثابت، هذا كل أوسيلوسكوب إلى سنسيتيفيتي ثابت، مجرد نفس من المعادلة أعلاه، مجرد هاي المعادلة نقسم الدي على الإي دي تطلع السنسيتيفيتي الثابت. والسنسيفتي هاي مثل ما تلاحظ تتناسب تناسب عكسي ويا الاكسلريشن فولتج. كل ما كان الاكسلريشن فولتج عالية كل ما نحتاج اي دي عالية حتى لنفس الديفلكشن. طبعا الاكسلريشن فولتج او السنسيتيفيتي الحدود مالتها من بوينت من 1 ملم بير فولت الى 0.1 ملم بير فولت.
سنجي على example بسيط نحل على هذا شو اسمه. هنا نقول how much voltage is required across two deflection plates separated by 1 سنتيمتر، هذا D مسافة بين البليتات، to deflect an electron beam 2.5 سنتيمتر، هذا D deflection 2.5 سنتيمتر. If the length of the deflection plate, هذا L small, is 2 سنتيمتر and the acceleration potential is 1 volt. هنا يقول لنا تيكل ال 25 سنتيم. فببساطة شوف كلها given. نستخدم هاي، المطلوب هو الاي دي. الدي given، الدي 2.5 سنتيم، الدي كابيتال، والدي سمول هي 1 سنتيم. الال دي 2 سنتيم، والاي اي 1 فولت، والال كابيتال هي 25 سنتيم. مجرد نطبق هذا القانون هنطلق قيمة الـ E deflection المطلوبة، لأن هو نريده how much voltage is required across the deflection plate. تطلع 100 فولت، تطلع 100 فولت. السؤال الثاني حقيقة هو أم بسيط، what is the velocity of electrons that have been accelerated through a potential difference of 2000 فولت. هذا القانون، القانون اللي هو نصف ام في سكوير يساوي لنا اي اي، كلها جيفن. نانا نعوض الاي اي 2000 فولت، والالكترون تشارج والالكترون ماس ار جيفن، طبعا معروفه ننطيها نقدر نطلع قيمه الفيلوسيتي مال الالكترون. طبعا ما ما نطلع هاي، لازم نجذوها حتى نطلع الولد. خلصت المحاضرة مالها اليوم، بعدين نكمل ان شاء الله الاسبوع الله. اي اسئلة ان شاء الله انا منتظركم، اي اسئلة عندكم انا حاضر للاجابة عنها، وشكرا.